وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي العطاوي، مدير المختبر لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في دانات. أهلا بك في نشرة الثالثة أستاذ علي. إذن هل توضح لنا آلية عمل التطبيق الذي يتم من خلالها الحصول على نتيجة فحص المشتريات أو المقتنيات من اللؤلؤ والألماس وغيرها من الأحجار الكريمة؟ مساء الخير. أولا طبعا معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة يشارك كل سنة في معرض جواهر عربية. هذه السنة يعني وضمن خطة دانات التحول الرقمي، يعني طرحنا خطة جديدة تتضمن تطبيق جديد يستطيع من خلال رواد المعرض طلب خدمة الفحص يعني قبل الوصول إلى موقع المختبر اللي كان في قاعة رقم 8. فيعني رواد المعرض يقدرون يقدمون الطلب عن طريق موبايلهم، عن طريق الابلكيشن، ولين وصلوا في عند اللي هو الستاند مال الدانات يقدر يقدم اللي هو الطلب بشكل رسمي. نعم في النهايه نعم تفضل. نعم لا تفضل. اي طبعا بعد تقديم العينه للفحص راح يبين لدى الزبون تقريبا الوقت المطلوب لانجاز عمليات الفحص. بعد انتهاء من عملية الفحص يستلم شهادة إلكترونية عبر هذا التطبيق. نعم أستاذ علي، إذن ما أهمية إطلاق مثل هذا التطبيق وكيف سينعكس على تقدم مملكة البحرين في هذا المجال بالتحديد؟ طبعا هنا في دانات ندرس دائما في كل معرض نشارك فيه شنو الإيجابيات والسلبيات، فإحنا رأينا في المعارض السابقة ان الناس تنتظر فتره طويله لتسليم بضاعتهم للفحص. هذا التطبيق راح وفر عليهم الوقت وقت الانتظار لعمليه الفحص، وبالتالي يعني سهل على الزباين ورواد المعرض الحصول على الخدمه. طبعا هذه هي الخطوه الاولى، احنا نقول فيز 1، وإن شاء الله راح يتطور أكثر هذا التطبيق ونضيف فيه خدمات أكثر إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. إذن الأستاذ علي العطاوي مدير المختبر لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في دانات، شكرا جزيلا لك.